المباشر حول العالم. إليكم أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم. عربياً، الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 11.98% في الربع الثاني. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: تنفيذ مشروع زراعة بمنخفض القطارة بعشرة مليارات دولار. وزير التموين: تعاقدنا على استيراد 800,000 طن سكر، والمخزون يكفي حتى يناير 2018. التضخم بالسعودية يتراجع للشهر السابع على التوالي. الإسكان السعودية توقع 6 اتفاقيات لتنفيذ 13,000 وحدة. اعتباراً من اليوم، التجارة تطلق خدمة تجديد السجلات التجارية للشركات إلكترونياً. دانا الإماراتية تخطط لحفر 3 آبار جديدة في مصر. الإمارات تتوقع صدور قانون ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية بالربع الثالث. المخصصات تقود الاتحاد العقاري لخسائر 2.3 مليار درهم. الكويت الوطني يصل لأعلى مستوياته في 21 شهراً. الكويت تعتزم طرح مناقصة محطة للطاقة الشمسية ب 1.2 مليار دولار. تراجع عدد سكان قطر ل 2.55 مليون نسمة خلال يونيو. قطر الوطني يتوقع تراجع التضخم بالكويت ل 2.9% خلال العام الجاري. سهم المتحدة للتنمية بأدنى مستوى له في 52 شهراً. اقتصاد ألمانيا ينمو بأعلى وتيرة في 3 سنوات بالربع الثاني. مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر. تراجع جماعي لأسعار السلع والمعاني بفعل قوة الدولار. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا www.mubashir.info أو عبر قناتنا على يوتيوب مباشر تي في أو فيسبوك مباشر إنفو.